صباحك دكتور، يمكن احنا عرفنا انه اليوم مثل هاليوم هو يوم الصحة العالمي. خلينا نتوقف عند هيدي النقطة ونحكي عن الإجراءات المتبعة بمثل هاليوم وكل يوم. الحقيقة نحن بنعرف انه في ايام على مدار السنة ممكن نشوف يوم للسل ويوم للإيدز ويوم للأمراض الثانية. يوم الصحة العالمي هي يوم ذكرى مع تأسيس منظمة الصحة العالمية، وهذا اليوم بيتم فيه مثل ما شفنا بالتقرير هو حث كل الطاقات العالمية لإطلاق شعار لتحقيقه خلال السنوات القادمة على مدار 5 أو 10 أو حتى 15 سنة. الشعار الأساسي للمنظمة كان هو التغطية الصحية الشاملة أو الرعاية الصحية الشاملة، واللي بتعني بشكل أساسي أن نأمن تغطية صحية ورعاية صحية لكافة المواطنين بتوزيع عادل ومن خلال كل المنشآت الصحية المتوفرة على أراضي البلد، سواء كانت هي مراكز صحية أو منظومة إسعاف أو مشافي. فالاحتفالية هي تركيز جهود وحشد جهود لتحقيق هذا الهدف اللي أطلق كشعار لهذا العام. يعني دكتور فادي، شعار يوم الصحة لهذا العام هو بداية يعني بالتوعية والتغطية الشاملة للصحة يلي ما توقفت طبعا، وكان في لجهودكم بهذا القطاع وبهذا المجال باع كتير طويل، وخصوصا خلال فترة الحرب على سوريا. نحكي عن تخطيطكم الصحية لكافة المحافظات السورية. طبعا نحن بالرعاية الصحية الأولية، بتعرفي الحضارة بالبلدان تقاس بانخفاض نسبة المرضى عند العالم، مو بعدد المرضى. فنحن كل ما خفضنا نسبة المرض كل ما كنا من الدول المتقدمة. مشان هيك اجت الرعاية الصحية الأولية اللي بتقدم مجموعة الخدمات اللي بتحمي الإنسان من أنه يوصل لمرحلة المرض. مثل ما بيقولوا الوقاية خير من قنطار علاج، وبالتالي كلفة الوقاية أقل بكثير من كلفة أنك توصل إلى العلاج. مشان هيك أنشئت المراكز الصحية على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. الغاية الأساسية منها هي تقديم خدمات الوقاية للإنسان من وقت ما تقرر أمه أنه يكون جنين ببطنه لوقت من غير شر أنه يتوفى، من خلال مجموعة برامج اللي هي برنامج الصحة الإنجابية اللي بتهتم بالنساء قبل سن الإنجاب وأثناء سن الإنجاب. بيجي الطفل بنهتم فيه من خلال برنامج صحة الطفل اللي بيضم رعاية الوليد، كشف الإعاقة واللقاحات. ننتقل لبرنامج الصحة المدرسية اللي منتابع فيه الطفل من خلال لقاحاته، لصحة المراهقين من خلال المشورة اللي ممكن تتقدم عن حياة وممارسة الحياة الصحية والجنسية والابتعاد عن العادات المقلقة. ننتقل لمرحلة من خلال صحة المسنين لمتابعتهم وتأمين الأدوية اللازمة لهم والمزمنة. بترافق مع كل هدول دائرة اسمها دائرة التغذية اللي بتهتم بالأمور التغذوية سواء من أم الحامل للمسن. فنحن هي عبارة عن رعاية إنسان كامل على مدار الحياة لحتى نحميه من أنه يوصل لمرحلة المرض من خلال مجموعة البرامج بالرعاية الصحية. نعم دكتور، يمكن خلال فترة الحرب على سوريا ما توقفت ولا عجلة من عجلات سواء كان التعليمية وخاصة الصحية، يعني رغم الظروف يلي عشناها كانت الخدمات الطبية متوفرة حتى تأمين الأدوية خلينا نقول، ولكن يمكن في أبرز نقاط معينة هيك تم التركيز عليها. يمكن ما بعرف حضرتك عم تحكي كنت عن العلاج الوقائي، يمكن الشغلات الوقائية. خلينا كمان نفوت بموضوع اللقاحات، قديش مهم موضوع اللقاح وخاصة للأطفال، سواء لقاح الحصبة اللقاحات يعني اللي بياخدوها الأطفال. الحقيقة مثل ما بنعرف القطاع الصحي مثل باقي القطاعات بسوريا خلال فترة الحرب تعرض لدمار خليني أقول ممنهج. صحيح. خسرنا جزء كبير من المراكز الصحية، خرجت من المشافي، خرجت منظومة الإسعاف اللي انضربت، لكن البنية الأساسية للقطاع الصحي هي بنية قوية، وبالتالي هذا اللي خلى سوريا محمية خلال هالفترة الحرب من أنه نشوف وفيات زيادة بسبب المرض أو منشوف كثير من الأوبئة أو منشوف المشاكل. وزارة الصحة كانت بشكل أساسي رديف لأبطال الجيش العربي السوري. المناطق اللي كانت فيها الجيش يبلش أو نقدر ندخلها مباشرة كانت فرقنا هي موجودة معهم. المناطق اللي ما فيها مراكز صرنا نشغل فرق جوالة تحمل العتاد تبعها وتدخل على هاي المناطق تقدم خدمات اللقاح وتقدم خدمات التغذية وتقدم خدمات الصحة الإنجابية. وانتم بتعرفوا نحن بالأساس هاي المناطق كنا اللي نقدر ندخلها، ما كنا نوفر أي خدمة ممكن تتقدم إلها. نحن الغوطة رغم
كل المشاكل اللي صارت فيها ظلت خدمات اللقاح على مدار السنوات الحرب تقدم. ولما فتحت الغوطة كانت وزارة الصحة أول من دخلت على الغوطة، وخلال فترة ما لا تتجاوز 12 يوم كنا معيدين تأهيل 12 مركز وعم نقدم فيهم خدمات. والأماكن اللي ما قدرنا نقدم حطينا غرف مسبقة الصنع مؤقتة لحتى نقدر نقدم خدمات. الحقيقة خلال فترة الحرب أثبت القطاع الصحي فعلا أنه من القطاعات القوية واللي قدرت تقدم خدمة صحية فعالة وجيدة خلال فترة الأزمة رغم كل الصعوبات اللي عانينا منها. وجزء منها مثل ما قلت ثالي هي موضوع الأدوية. صحيح يمكن الناس شوي شافت شوية التقصير بالأدوية، بس هذا التقصير ما كان منا، لأنه نحن خسرنا 60% من معاملنا إلى جانب بعض الأدوية المزمنة نحن تستورد، والحظر الجائر اللي صار على سوريا أو حادي الجانب منعنا من أنه نستوردها. بذلت كل الجهود والحمد لله أنه وصلنا لهالنقطة من الصحة الموجودة. كمان دكتور يعني خلال فترة الحرب بينتشر بعض الأوبئة نتيجة طبعا عدم وصول الرعاية الصحية ببعض الأماكن، خلينا نحكي كيف تم التعامل مع هذا الوضع، وخصوصا كل فترة كنا نسمع عن أمراض أنه ممكن تنتشر أو شيء بأماكن معينة، كيف تعاملتوا مع هذا الوضع؟ هلأ الحمد لله كلكم تعرفوا يمكن من فترة قريبة نحن كان عندنا وباء على مستوى شلل الأطفال، هو كان من أعتى الأوبئة اللي صارت في العالم في مناطق الشمالية الشرقية اللي كانت خرجت سيطرة الدولة بأيادي المسلحين، اللي منعونا من أنه ندخل ونلقح الأطفال، بس تنخفض نسبة التلقيح بتزداد الأوبئة. حصل وباء في شلل الأطفال في المحافظات الشمالية الشرقية، الوباء من أعتى الأوبئة في العالم. سوريا يمكن من شهرين ثلاثة قريتوا إعلان منظمة الصحة العالمية خلو سوريا من شلل الأطفال، استطاعت فرقنا رغم كل الظروف الصعبة أنه تقضي على هذا الوباء ب 108 أيام، علما أنه الفترة المخصصة للقضاء على مثل هذه الأوبئة 120 يوم. فرغم كل ظروفنا وكل إمكانياتنا يعني المتواضعة في المنطقة طبعا الموجودة فيها المسلحين، لكن قدرنا نقضي على وباء موجود في دول مستقرة صار لهم 5 سنين ما عم بيقدروا يقضوا عليه. فهذا بيدلك على قديش أنه النظام الصحي قوي وقدم خلال هاي الفترة. إلى جانب هذا الموضوع طبعاً الأمراض اللي انتشرت قلت لك هي عبارة بسبب أساسي في بعض الأمراض تنتشر نتيجة التجمعات الكبيرة. بتعرفوا نحن بالنسبة لأن لما فتحت الغوطة كنا عم نحكي بمكان واحد لاستقبال هذا صرنا بتسع أماكن، وبالتالي كنا متوقعين 10,000 مثلاً صرنا ب100,000. هالتجمعات الكبيرة كمان الحمد لله ما انتشرت على مستوى وطني لكن ظلت محصورة وقدرنا نعالجها ونقاومها خلال هاي الفترة. يمكن كانت الجهود مضاعفة ومكثفة يمكن لتدارك أي خطر مثلاً عم تمر في محافظة من المحافظات السورية كون كان في كمان حصار عليها، يمكن فرق معينة ومرتبة أنتوا رتبتوها لتقدر أنه توصل اللقاح أو الدواء، في خطة معينة يمكن انحطت خلال الأعوام السابقة ورح تنحط خلال هذا العام، كيف يعني على أي أساس نحن عم نبني الخطة؟ طبعا أنتوا بتعرفوا أنه خلال فترة الحرب هي خطط إسعافية، لأنه أنت بهاللحظة بتكوني بهالمنطقة بصير عندك تجمع مفاجئ سكاني بهي المنطقة، فخططنا هي عبارة عن هي استجابة إسعافية لأي حالة طوارئ ممكن تكون، لأي منطقة ممكن تنفتح بلحظة أو يحرر الجيش بلحظة لازم نكون نحن ردفين لإلهم. هلأ الحمد لله بعد نهاية الحرب بدأت خطط وزارة الصحة بالنظرة الاستراتيجية المستقبلية بشكل أساسي، وضعت خارطة لإعادة تأهيل حسب الأولويات تعرفوا، ونحن الحمد لله خلال فترة السنة التعافي الأخيرة أو السنة وشوي وصلنا لقريب ما بدي أعطي أرقام 100% بس وصلنا لقريب 170-180 إعادة تأهيل مركز، 17 إعادة تأهيل مشفى، إلى جانب إعادة يعني ترميم نوعا ما منظومة الرعاية الصحية، رجعنا ل 70-80 أو حتى 90% من طاقة معامل الأدوية للعمل، فهذا كله إنجاز. حاليا الرعاية الصحية الأولية بلشنا بشيء اسمه البحوث السريرية أو الدراسات الصحية على الأرض، لأنه بعد 8 سنين ما كان في دراسات لنشوف واقعنا الصحي وين. عنا هلأ دراسة عن أسباب وفيات الأطفال إن شاء الله ستصدر قريبا، عنا هلأ مسح يمكن الناس هلأ من خلال التلفزيون بتمنى يتعاونوا مع فرقنا هلأ عم تدور على بيوت تعمل مسح تغذوي للنساء الحوامل للمسنين للأطفال داخل البيت مع تحليل لفقر الدم مع الكشف إذا كان الملح بالبيت ميودن ولا لا، معهم أجهزتهم وعم بيطلعوا على البيوت مشان هذا الموضوع. كل هاي الدراسات الهدف الأساسي منها توصلنا للواقع الصحي لنشوف المؤشرات لنبدأ بقى نحط استراتيجيات 3 و5 سنين لقدام. فنحن فينا نقول إنه إن شاء الله بلشنا بمرحلة التعافي وعدنا لبناء هيكلية أو منظومة الأسس الصحية بالبلد كمنشآت
إلى جانب ما ننسى شيء أساسي هي الكادر البشري. صحيح. اللي خسرنا جزء منه، لكن الحمد لله الكادر اللي بقي بالبلد قدر يعوض، وهلأ في إعادة تأهيل إن شاء الله جديدة لكل هاي الكوادر، ولتأهيل كوادر جديدة لنرجع ننطلق بالقطاع الصحي للأفضل مما كنا، ما بدي أقول مثل، لأفضل مما كنا إن شاء الله. أكيد. يعني دائما دكتور بكل حرب بيكون في إلها تداعيات وإلها آثار كبيرة على كل القطاعات. سوريا وخلال هاي الحرب ما توقفت عن تقديم خلينا نقول الخدمات والرعاية الصحية الشبه مجانية بكثير من الأماكن، وخصوصا ببعض المشافي اللي هي دائما بتقدم خدمات لأغلب المراجعين. وبكل مناسبة اليوم مثلا يوم الصحة بيكون في لكم مراكز ناشطة لتقدم خدمات إضافة إلى ورشات توعوية للناس. خلينا نحكي اليوم وين رح يكون في تواجد، هل في نشاطات معينة مرافقة لهذا اليوم؟ طبعا بالنسبة لأن مثل ما قلت لك يوم الصحة العالمي هو يوم نشاط جماعي لتحقيق الهدف والغاية الأساسية التغطية الصحية الشاملة. طبعا نحن بشكل أساسي قلتي إنه جزء من المشافي مجانية وجزء من المشافي هي مأجورة بأجور بسيطة. نحن مراكزنا الصحية هي مجانية بالمطلق بكافة خدماتها على مستوى رعاية الحوامل أو الأطفال أو اللقاح أو هذا الموضوع. طبعا التوعية لإطلاق هذا الشعار بيتم بنشاطات من خلال اجتماعات أو ورشات عمل على مستوى المحافظات لإعادة التذكير بالهدف الأساسي، لإعادة التذكير بعدالة توزيع الخدمات على مستوى المنطقة. نحن أي محافظة بتروحي عليها تلاقي إنه المراكز موزعة بحيث إنه إمكانية وصول كل العالم للخدمة، جزء تلاقي مستوصف صغير بمنطقة لا لقاح وصحة إنجابية وإسعافات أولية، لكن على بعد ما لا يقل عن أقل من 8 كيلومتر لازم تلاقي مستوصف يقدم خدمات أعلى، بعدين مستوصف يقدم خدمات أعلى. فهذا الموضوع اللي عم نحاول هلأ بيوم الصحة العالمي تنحط الخارطة الصحية الجديدة لنرجع لعدالة توزيع الخدمة ولتأمين هاي الخدمة لكافة المواطنين من خلال العيادات، من خلال تأمين الأدوية بمراكزنا الصحية، ومن خلال الاستمرار باللقاحات اللي الحقيقة أنتم بتشوفوا هاي الحملات كثيرة، لكن هي اللي حمت البلد وحمت أطفالنا من أنه يمرضوا ويصير في عنا أوبئة. وإن شاء الله نقدر نحقق الغاية والهدف، علما أنه سوريا قبل الحرب بشهادة العالم هي من أقوى القطاعات الصحية. نعم. اللي كانت ومن أجمل الخدمات الرعاية الصحية، كنا نتصدى لخدمات بدول أوروبية ما كان في منها. صحيح. ويمكن تعقيبا على كلامك دكتور، أهم شيء أنه نحن عنا الخدمات الصحية مجانية قبل الحرب. نعم. وبعد الحرب رغم الحصار اللي حكينا. نعم. عنه، سواء باستيراد الأدوية، رغم ضرب البنية التحتية للمعامل. نعم. معامل الأدوية، وكانت مستهدفة معامل الأدوية، يعني خطة ممنهجة كانت، ولكن نحن كنا وما زلنا خدماتنا الصحية هي مجانية، وحتى الأدوية بأسعار ما أنا كتير تماما غالية. كوادر بشرية يمكن ركزت على هذا الشيء، أيضا بحاجة بعض الناس لتوعية، يعني في عالم ما بتفحص حالة بشكل دوري، الأطفال مثلا اللي عندهم نقص بالفيتامين د اللي بيصايبهم كساع، أيضا الأم ما أنا وعيانة إنه هي تفحص ابنها. قديش مهم أيضا الحملات التوعوية غير الشيء الفعلي والتنفيذ على أرض الواقع. طبعا نحن بالنسبة لنا عندنا برنامج توعية، عندنا مجموعة رسائل صحية هي صحية بشكل عام لكافة فئات المجتمع سواء كان الأطفال أو الهد. بالنسبة لنا بالنسبة للطفل بشكل أساسي، وزارة الصحة خلال فترة الحرب، بس بدي أعطي شغلة أساسية انشغلت خلال هاي الفترة. الطفل عندنا بالنسبة لنا رعاية الوليد، نحن بنرعى الطفل وهو جنين ببطن أمه، بنرعاه بعد ما يولد بالمشفى من خلال تدريب الكادر الصحي على استقباله، وهلأ عم نرعى من خلال عيادات رعاية الوليد على مستوى سوريا، وحديثا بالتعاون مع آمال، منظمة آمال للإعاقة، أنشأنا 14 عيادة لكشف إعاقة سمعية عند الوليد في كافة المحافظات. إلى جانب ذلك هلأ أطلق برنامج توعوي هو رعاية الوليد بالمنزل، صار عندنا متطوعات من المجتمع المحلي صاروا يروحوا لعند الأم على البيت يوعوها لأهمية الإرضاع الوالدي الحصري بدون أي شيء، يورجوها كيف تهتم بسرة الولد مشان ما يصير عنده، لازم تعطيه الفيتامين د، لازم يكون آخذ الفيتامين كاف، إذا عنده ريقان بيحولوه مباشرة للمركز. فصار عندنا اهتمام بالوليد من وقت ما يكون ببطن أمه لبعد ما يولد للمشفى، ولحقناه على البيت. وإن شاء الله هاي البرامج التوعوية المجتمعية رح تكون
دائمة ومستمرة خلال هاي الفترة، إلى جانب هلأ المسوحات اللي عم نساويها اللي بدها تورجينا واقع الصحي لأطفالنا، ونركز وين كانت أسباب الوفيات أعلى لحتى نقدر باستراتيجيتنا القادمة نحمي أكيد. أطفالنا، لأنه قلنا لكم هدفنا الأساسي هو الوقاية وليس العلاج. أكيد. يعني يا دكتور اليوم إن شاء الله يا رب هيك نكون قدرنا نسلط ولو شوي من الضوء على الخدمات الكبيرة اللي تقدمت خلال هاي الحرب. قبل ما نختم حديثنا حابين رسائل توعوية من حضرتك اليوم لكل يلي عم بيتابعنا، أيضا لحتى يكون في بوابة لنوصل المعلومة لكل يلي عم بيشوفنا. الحقيقة الرسالة اللي بدي أقولها للعالم إنه صحتنا هي أجمل ما وهبنا الله، أجمل ما وهب الله للبني آدم، فمشان هيك لازم نهتم فيها. مراكزنا الصحية مفتوحة على كافة الأراضي، مجانية بشكل أساسي، طاقمنا هو طاقم مؤهل ومدرب لأنه يقدم هاي الخدمة. المواد بشكل أساسي مثل ما قلت لكم هي نحن من أجود المواد، سواء كان من خلال اللقاحات أو من خلال الأدوية. فأنا بتمنى من الجميع ما يوفر هاي الخدمات، لأنها بالأساس هي أنشئت لتقديم خدمة للمواطنين، سواء كان من نساء الحوامل أو المسنين. عندنا مراكز أصدقاء مراهقين للمشورة، لكافة المشورات اللي ممكن تتقدم. وبتمنى من كل المواطنين لما بيسمعوا بتوجيه صحي ما من خلال حملة لقاح يشاركوا. كثرة الحملات طلعت شوية دعايات إنه الحملات وليش وبتأذي، وهي ما في شيء اسمه أذى للطفل من كثرة الحملات. كل ما زدت اللقاح كل ما زدت مناعة الطفل. صحيح. بشكل أساسي، ونحن عم نحميه لسبب أساسي. لو ما عنا وباء ما كنتوا شفتوا لا حملة بسوريا، اكتفينا بالبرنامج الوطني للقاح، لكن عدم وجود مناطق قادرين نوصلها، فكل ما طلعت العالم نحن مضطرين نعمل حملة لحتى نحمي هذا الطفل ونحمي باقي الأطفال. فأنا بتمنى من الجميع، وزارة الصحة بالأساس خلقت لتقديم خدمة صحية للمواطنين، بتمنى من الجميع ما يقصر بمراجعة المراكز خلال الحملات. شفتوا أنتوا هذيك السنة كان عندنا حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدرنا نغطي ما يعادل 500,000 امرأة بالتدريب على فحص الثدي، قدرنا نصور 15,000 ل16,000 امرأة بالمامو. هلأ تقريبا إن شاء الله عندنا 33 جهاز بنتأمل من هون لآخر السنة على مستوى سوريا يرتفعوا للأربعين جهاز، وهذا كله الغاية منه هو الكشف والحماية الباكرة. أكيد. لنقدر نضمن جيل يرجع يبني هالبلد من أول وجديد إن شاء الله. يعني مشكورة هذه الجهود الهادفة، الجهود الإنسانية، خلينا نقول هدفها إنساني. دكتور فادي الأسيس مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة، شكرا كثير لحضرتك، نورت صباحنا. شكرا لكم، شرفت فيكم. شكرا لك دكتور فادي، وكل عام وكل العاملين في وزارة الصحة بألف خير. نتمنى لكم على طول تبقوا الإيد الأمينة يلي عم تحمي أولاد البلد. شكرا لكم. أما هلا